صلوات پڑھو بابا سے بلند پنجا پاکاں دے نام تے صلی اللہ محمد والے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم روى يا عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فقلت لك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له إذك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اتني بالقصاء اليماني فغطيني به فاتيته بالقصاء اليماني فغطيته به وصرت انظر اليه واذا وجهه يا تلالا كانه البدر في ليلته تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت لك السلام يا قرة عين وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن رايته جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نام إن جدك تات القصاء فأقبال الحسن ناول القصاء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أتاذن لأن أدخل ما تات القصاء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحبا حوزي قد زنت لك فدخل ما هوتا تلقصا فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت لك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وخاك تات القصاء فدان الحسين ناول القصاء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا ما نختاره الله أتاذن لي أن أدخل معكما تات القصاء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فداخل معهما تات القصاء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا فاطمة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد إني أشم عندك راية طيبة كأن راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولدك تات القصاء فأقبل علي ناول القصاء وقال السلام عليك يا رسول الله أتاذن لي أن أكون معكم تحت القصاء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تات القصاء ثم أتيت ناول القصاء
فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاذن لي أن أكون معكم تحت القصة قال عليك السلام يا بنتي ويا بز أتي قد أذنت لك فدخلت تحت القصة فلما اكتملنا جميعا تحت القصة أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بطرف القصة وأما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء آل بيتي وخاصتي وهامتي لامهم لامي ودامهم دامي يولموني ما يولمهم ويذنوني ما يذنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بارا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصة فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت القصة فقال عز وجل هم آل البيت النبوة وما دين الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتاذن لي أنا بتا إلى الأرض لا لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهابت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويا خصوك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعليك السلام يا أمين وآي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت القصة فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رسال البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت القصة من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا وذكرا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت به ملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي مهموم إلا فرج الله
همه ولا مغمون الا كشف الله غمه ولا طالب حاجه الا قضى الله حاجته فقال علي عليه السلام اذن والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسئدوا في الدنيا والاخره ورب الكعبه التمس دعاء برحجه خدا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم انا نسالك زياده في العلم وبركه في الرزق وسعه في الجسم وطولا في الحياه ونورا في القلب وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت ونجاه من النار ودخولا في الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين مالک اللہ اے مومن بیمار ہیں نصیحت یاب فرما یا مالک اللہ محمد والے محمد صدقہ آج دی خوشی دا صدقہ جناب امام علی رضا دی آمد صدقہ جتنے ایک مومن گھراں یا ہسپتال ماردار تاں بچے بیمار ہیں جملہ نصیحت یاب فرما مالک القدوس سلام المومن اللہ مل وارد محترم خادم حسین شاہ نصیحت یاب فرما یا مالک القدوس اللہ سلام المومن اللہ جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو حاضرین دے نیک مقاصد جو ہیں شریعت محمد مصطفیٰ دے نزدیک نیک حاجات پورے فرما بے روزگار مونی روزگار عطا فرما مقروضین دے قرغہ وچوں ادا فرما پریشان حال مونی دی پریشانیاں دور فرما بانیان دا خرچ اخراجات سائی و محنت جمیلہ اپنی بارگاہ اقدس صدقہ امام رضا بادشاہ دی آمد مالک اللہ اپنی بارگاہ اقدس منظور تے قبول فرما بانیان دے مالک اللہ رزق وچ مال کاروبار گھر خیر و برکت عطا فرما بانیان دے بچیاں دی زندگی دراز فرما مومنین دے بچیاں دی زندگی دراز فرما مالک اللہ بیماراں صحت یا فرما بے رزقاں رزق عطا فرما مقروضین دے قرغہ وچ ادا فرما امام رضا دا صدقہ مالک اللہ جملہ مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات دے جو نیک حاجات ہیں شریعت محمد مصطفیٰ دے نزدیک نیک حاجات پورے فرما جملہ مومنین و مومنات نو خوشحال فرما جملہ مومنین و مومنات دی عبادات اضافہ فرما جملہ مومنین دے نیک مقاصد پورے فرما مالک اللہ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہاں 14 مسومت علم دا صدقہ بچے ان علم ترقی کامیابی عطا فرما یا مالک اللہ ملنگ مختار حسین دے اے مشن منایا سائیں پاکاں دا جشن منایا مولا امام علی رضا بادشاہ دا جشن منایا اپنی بارگاہ اقدس منظور تے قبول فرما اینو ہر سال مولا دی خوشی مناون دی توفیق عطا فرما جملہ مومنین نو مائے سمیت مولا دی خوشیاں مالک اللہ آمن دی توفیق عطا فرما جملہ مومنین دے نیک حاجات پورے فرما جملہ مومنین دے رزق مال کاروبار گھر خیر و برکت عطا فرما جے مومن حاضر ہیں دے جو نیک مقصد ہیں حج و زیارات دے خواہش مند ہیں یا جو دنیاوی مقاصد ہیں مالک اللہ انہاں دے نیک حاجات پورے فرما 14ویں معصوم حضرت امام محمد مہدی ولی اللہ صاحب العصر والزمان دا جس ظہور فرما سارے دعا منگو امام دا ظہور ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلوات و کلائے والا بائی فی آزے سات وفی کل سات من سات اللہ علیہ ونہار ولیاں و حافظا و قیدم و ناصرا و دلیلم و اینا حتی تسکنہو ارزکتون و تمتیہو فی طویلا یا رب والے محمد رب صلی اللہ علیہ محمد نعرہ تکبیر